بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بحضراتكم في حلقه من برنامجنا اليومي مطبخ كريم. وحشتوني جدا جدا الايام اللي فاتت، وان شاء الله يكون اسعدتم كتير مع شيف وشيفنا الجميل الشيف عبد الناصر. النهارده هنعمل ايه؟ طبعا زي ما اتفقنا احنا عندنا 3 ايام دولت هنعمل برضو 3 اصناف ان شاء الله هيكونوا ملائمين لحضراتكم. النهارده هنعمل حاجه اسمها بسبوسه بالكيري او فطاير بسبوسه، هي مش مصريه، هنشوفها مع بعض ان شاء الله. بكره برضو عندنا شغل مهم جدا عايزين نشوفه ان شاء الله، ازاي نقدر نشكل من الجلاش، وبعد بكره كذلك هنستغل المانجا. يعني احنا هنحاول نعمل اصناف تكون ملائمه وتكون حضراتكم محتاجينها ان شاء الله. النهارده هنعمل ايه؟ النهارده عندي نوع عجين حلو قوي، سويت صور، هيتحشي بالجبنه كيري، وممكن ليه اي حشو تاني، ممكن جبنه موزاريلا، ممكن ريكوتا، مقاديرنا ايه؟ هننزل اول حاجه مقاديرنا كده يا استاذ محمد ونشوف الدنيا فيها ايه. المقادير بتاعتنا عباره عن ايه؟ انا عندي السميد قد الدقيق، السميد قد الدقيق، يعني كوبايه سميد كوبايه دقيق، او ربع كيلو سميد ربع كيلو دقيق، مفيش اي مشاكل. اللي بيحب بالميزان، اللي بيحب بالكوبايه، زي ما اتفقنا لينا اخوه كتير ما عندهمش ميزان. بعد كده بيكون عندي معلقه سكر، معلقه صغيره خميره، نص معلقه صغيره بيكنج باودر، ربع كوبايه زيت، وميه للعجن. ممكن استبدل الزيت بزبده او بسمنه، ما يجراش اي حاجه. يكون عندي ميه للعجن لغايه ما العجينه تتماسك معايا. المقدار ده ياخد مني في حدود لو قلنا كوبايه سميد كوبايه دقيق، هياخد مني في حدود كوبايه لربع ميه كده عشان نبقى عارفين الدنيا فيها ايه. بيكون عندي جبنه المربعات او المثلثات، او جبنه كريميه اللي انا عايزه، او موزاريلا زي ما اتفقنا، او الريكوت. النوع ده سويت ساور تحفه او هيعجبك ان شاء الله. عندي بعد كده كوبايتين سيرب تقيل بيكونوا موجودين عندي. السيرب التقيل بيتعمل ازاي؟ بيبقى عباره عن كوبايتين سكر، كوبايه ميه او نص كوبايه ميه، انا عايز الميه قليل قوي عشان الميه بتتبخر يبتدي السيرب يتقل. بيكون عندي عصير ليمونه او ربع معلقه صغيره ملح ليمون، معلقه عسل جلوكوز. ميزه العسل الجلوكوز زي ما اتفقنا يا جماعه، لما نبص للسيرب كده هو اللي بيدي اللمعيه، شايفين اللمعيه اللي طالعه من السيرب للمنتج اللي عندي اللي هيطلع. بس خلصت القصه، هنبتدي نهاجم مع بعض كده ونشوف الدنيا فيها ايه. هنحط الدقيق، بلاش نحط الدقيق كله، ايه رايكم؟ ونحط السميد معايا ست ام احمد، وهنحط ادي الخميره على جنب، وادي السكر جنب الخميره، وادي البيكنج باودر، كل المواد الجافه مع بعضها، وهننزل بالزيت ونبدا نعمل عمليه فرك في الكلام دوت. ست ام احمد اهلا بحضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك يا شيف محمود؟ الله يخليكي، سعادتك بخير، انا بخير طبعا. ربنا يخليك، بتوحشنا كتير يا شيف محمود. الله يخليك يا رب، تسلمي، ربنا يحفظك ويبارك في عمرك. ربنا يبارك لك ويخليك لينا يا رب. الله يخليك يا رب، تسلمي، مع سعادتك يا ست الكل. بقول لحضرتك، أموري البسبوسه العاديه بتنشف، السكر ما بتشربش السكر، العيد اللي معمول ما بتشربش السكر؟ اه بس يعني مش مني، بس انا مش عارفه اجاوب عليها، يعني بنت اختي عملتها بس انا مش عارفه اجاوب عليها. طيب هي عيشت منها، هقول لك دلوقتي مقاديرها ايه سريعا واشرحها لك بحيث انها تطلع معاكم كويسه، والاسبوع مش ده اللي جاي ان شاء الله ممكن اعملها، واوريها لكم ان شاء الله بكل خطوه فيها تكون مهمه. لكن عموما انا هشرح لك البسبوسه دلوقتي وانا بعجن العجينه ونشوف الدنيا فيها ايه. هناخد العجينه فرك كده مع الزيت او السمنه او الزبده ونشوف الدنيا فيها ايه. العجينه دي انا مش محتاجها تخمر زي عجينه صوابع زينب. البسبوسه عباره عن ايه؟ البسبوسه اربع حاجات انا محتاجهم. بجيب بوله بحط فيها كالاتي: 150 مللي لبن، 300 جرام سكر، معلقتين كبار سمنه، معلقتين كبار سيرب تقيل زي دوت. قلبنا الكلام دوت مع بعض، بديله باكو فانيليا، يعني زي ما اتفقنا ان انا بحب اديها باكو فانيليا. بنزل بنص كيلو سويت، يا دوبك بتلم نفسها. احتاجت مني رشه ميه، اهلا وسهلا. بجيب صينيه ملاها السور، صينيه ده نجاح البسبوسه، صينيه تكون ملاها السور زي انهي. انا عايز اجيب لكم الصينيه هنا، مش هعرف اوطي بقى اهي، يلا اوطي عشان خاطركم اهي زي دي. انا احط البسبوسه هنا، نفردها اخبط كده، الفرن يكون سخن عندي درجه حراره 180، دخلت الفرن هتاخد معايا في حدود نص ساعه. قبل الكلام ده كله كوبايتين سكر كوبايه ميه على النار، يا دوبك هي غلوه، خدت معلقه سمنه الفانيليا، تطلع اسهل بسبوسه كاني بس رز مصري.
يعني علو عقله صباع، سيبوها هتشرب هتبقى معاكوا زي الفل. وخلصت القصه بتاعتنا، هننزل بالميه دلوقتي عشان تلمنا العجينه ونشوف الدنيا فيها ايه. يا استاذه مي اهلا بحضرتك. استاذه مي اهلا بسعادتك. وعخيش محمود، ازاي سعادتك ست الكل؟ حضرتك حضرتك كل سنه وانت سعادتك بخير. انا بخير طبعا، الله يخليك. معاك يا ست الكل. الله يخليك. انا بس حبيت اشكر حضرتك بصراحه انك رديت عليا على الزبده امبارح، وشكرا يعني حضرتك كتير والله. ربنا يبارك في عمرك، انتوا اخواتي وانا عمري ما اعز نفسي عنكم في اي معلومه، وربنا يخليكي، ده شرف ليا. جدعنوا بس كده واشتغلوا، انتوا بتعملوا الوصفات احسن من الشيف محمود واحسن من اي حد في الدنيا. ربنا ما يحرمني منكم من ذوقكم ابدا. تسلمي تسلمي يا استاذه مي، ربنا يبارك لي في عمرك. العجينه ابتدت تلم روحها، مش عايز اعجن فيها كتير زي ما احنا شايفين كده. عايزكم تركزوا معايا وتعرفوا الدنيا فيها ايه. العجينه ابتدت تلم روحها، انا مش عايز اكتر من كده، مش عايز اعجن فيها كتير زي عيش الفينو ولا الكلام ده كله. وبعدين يا شيف هنلم العجينه كده اهي بالشكل ده ونشوف الدنيا فيها ايه مع بعض. احنا ورانا ايه؟ ما وراناش حاجه غير ان احنا نقدم ليكم معلومه تكون ان شاء الله مفيده جدا. وبعدين هننزل كده الكلام ده كده ومع بعض. بيكون عندي زي ما اتفقنا اي نوع من انواع الجبنه اللي انا اكون بحبها او اللي انا اكون ما اكونش فيها ملح كتير، زي دي كده اهي، الجبنه المربعات، الجبنه المثلثات، وهنشوف الدنيا فيها ايه. يا استاذ ايه رايكم اشتغل لكم؟ انا ممكن اشتغل بالعجينه دي على طول، ممكن اشتغل باللي انا مجهزه دي، ما يجراش اي حاجه. هسيب دي ترتاح شويه ونشوف الدنيا فيها ايه، وهنشتغل بدي برضو. استاذه ابتسام اهلا بحضرتك. صباح الخير يا شيف محمود. صباح الفل على عيونك. صباح الهنا، ازاي حضرتك؟ سعادتك بخير، انا بخير طبعا. منور الدنيا كلها يا شيف. الله يخليك يا رب، ربنا ما يحرمني من ذوقك ابدا. ربنا يديك الصحه والعافيه وتسلم ايدك كل حاجه بتعملها لينا، يعني ربنا يجازيك خير. الله يخليك يا رب، تسلمي يا مدام. عايز اطلب من حضرتك طلب. اللي سعادتك تأمري بيه طبعا. الله يخليك يا شيف. كنت عايزه العيش السني يا شيف، بس الناشف اللي هو زي بتاع الافران اللي بره. اه طيب حاضر. انا بعمله بيبقى طري، يعني عاده بيطلع معايا طري، بشيله في الفريزر. لو هو الافضل طبعا، لكن لو عرضتيه للهواء هتلاقيه نشف. انما انا هشرحه لسعادتك. زي بره يفضل كده قابب. طيب انا هشرحه لسعادتك دلوقتي، ولو في مجال برضه الاسبوع الجاي ان شاء الله نعمله ولا يهم. يا ريت يا شيف. ربنا يخليك. يبقى العيش السن، ومش عارف الحاجه اللي قبليها البسبوسه. العيش السن حاضر، عيني تؤمري امر. بنبدا دلوقتي نفرد العجينه. عايزكم تشوفوا فرد العجين بس، عشان ايه؟ اما ببقى معاكم ساعات بحس ان انتوا ما بتعرفوش تفردوا العجينه، وده اكتر شيء ممكن يتعبني. ليه؟ زي ما اتفقنا، فرخه، لحمه، اي حاجه، سمك، كل ده ما شاء الله بالنسبه لكم اساتذه وعباقره، وما شاء الله زي ما اتفقنا شيفات الساحه مغطيين كل دوت. لكن احنا عندنا العجينه اللي انا اقدر اشكل بيها او المقبلات دي محتاجه مني انا عارف ان ده شيء انتوا بتحبوه قوي وبيتباع بره غالي قوي، وازاي انتوا تعملوا فيه تكنيك يكون صح. فباجي من نص على بره يا استاذه سعاد كده، من نص على بره، من نص على بره كده. استاذه سعاد اهلا بحضرتك. الو يا استاذ محمود، ازي حضرتك؟ ازاي سعادتك يا ست الكل؟ والله وحشتنا جدا جدا، وعلى طول بتوحشنا، احنا واخدين على ان انت تكون معانا على طول يا كل يوم. الله يخليك يا رب، ربنا ما يحرمنا من ذوقكم ابدا. الله يخليك، ويا ريت نطلب من قناه دريم ان هي تزود لنا الوقت شويه، الوقت ده قليل جدا جدا جدا. ان شاء الله باذن الله في اقرب فرصه ان شاء الله ربنا ييسر الحال، ونكون عند حسن ظنكم، ونقدر طلباتكم تكون مجابه عندنا ان شاء الله. عناية ليكي. اللي سعادتك تأمري بيه، تسلمي ويسلم اتصال سعادتك. الله يخليك يا رب. يبقى احنا شايفين الدنيا فيها ايه؟ الزيت بيكون سخن عندي عشان بس ده ايه ما يخمرش، انا مش عايزه يخمر، ونكون حاشينه جبنه وعارفين الدنيا فيها ايه مع بعض. بنعمل الاشكال دي، هوريكم الدنيا فيها ايه دلوقتي مع بعض ان شاء الله، وانتوا عارفين واحسن مني. يا استاذه الهام اهلا بحضرتك. استاذتنا الغاليه ياسمين، يا استاذ العظيم الله يكرمك ويبارك لي في عمرك. تسلمي. ازيك يا شيخ محمود؟ سعادتك بخير، انا بخير طبعا، ربنا ما يحرمني من ذوقكم ابدا. طويله انت بتطول علينا بغيبتك ليه كده يا شيخ محمود؟ والله انا تحت النظر وتحت امركم. انت دلوقتي وحشتنا جدا جدا، وعايزين الوقت بتاع حضرتك يطول زياده كمان عن الاول يا شيخ محمود،
لان انت من غير اي حاجه شاشتك الشاشه بتاعت حضرتك واسعه جدا جدا بالمشاهدين وبالعلم وبالاخلاق وبحب الناس يا شيف محمود. الله يخليك يا رب. من غير اي حاجه انت محبوب يا شيف محمود خالص، فاحنا عايزين زياده في الوقت بتاع حضرتك، لان احنا يعني الوقت بتاعك بيبقى فخورين بيك واحنا قاعدين قدام حضرتك، فياريت الوقت بتاع حضرتك يطول شويه. انا بناشد المشاهدين المخرجين واللي قائمين على البرنامج ان هم يزودوا حضرتك بال الساعه بتاعتك يا شيف محمود. ان شاء الله مدام الهام، طلباتكم اوامر عندنا طبعا، واحنا مالينا غير اننا هنلبي رغباتكم. ربنا يخليك يبارك لي في عمرك، وان كنت انا محبوب او ربنا كرمني في مجالي ومهنتي فده بيبقى توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، ثم وجودكم دايما معايا ربنا ما يحرمني من ذوقك ابدا. تسلمي. فردنا العجينه بالشكل ده، احفظوا احنا بنعمل ايه والدنيا فيها ايه، وهنا انا بحمر الجزئيه ديت والسيرب عندي اهو، هنشوف ايه. بجيب القطاعه دي او طبق او اي حاجه ممكن تكون عندي، وابتدي اقطع كده بالشكل ده. شيف محمود الكلام ده ينفع يكون اهو كده بالشكل ده كده مثلا، يعني الكلام ده ينفع حادي احشيه لحمه او احشيه؟ والله ممكن ان احنا نحشي العجينه ديت ماشي لحمه بسطرمه لانشون، ممكن، انا ما بقولش لا، بس هي العجينه ديت عشان فيها دقيق السيمولينا، طبعا دقيق السيمولينا عندهم في البلد في بلادهم كان في الجزائر في المغرب بيبقى السميطه الناعمه او اللي هي سميط الفرخه اللي بيتعمل بيها المعمول، لكن احنا هنا عندنا في مصر مش موجوده عندنا، فاحنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نمشي بالشيء اللي عندنا. ادي كده مثلا، وهنجيب الجزئيه دي كده ونشوف الدنيا فيها ايه. احنا عملنا ايه؟ عجنا العجينه على طول فورا، سبتها ترتاح شويه، هجيب القطاعات دي كده هتبتدي دلوقتي تطرى معايا تاني وابتدي اشغلها. وبعدين ها ايه الاخبار يا شيفنا؟ ها اخبار النار ايه؟ ما نروح طب للنار العاليه ديت، تعالى لي كده يلا. وبعدين 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 هنجيب العجينه دي كده، ما تخافوش ابدا من شغل العجين، وهنشوف الدنيا فيها. باجي على الجبنه بتاعتي سيام بقى، انا بحب اقطعها كده على اربعه، حتى ما باجي اعمل خليه النحل باخدها كده بس بقطعها بالورقه، بس ما ينفعش اقطعها بالورقه عشان علامه تجاريه كده. قطعت الواحده على اربعه، يبقى انا لما اجيب العلبه هقدر اوفر شويه، والعلبه الواحده هتكفيني هتعمل لي ايه لو قلنا 4 في 4 ب 16، وهنشوف ايه الموضوع. الزيت بيكون عندي بحمر بيه بالشكل دوت كده، وبعدين يا استاذ حسام، وبعدين استاذ حسام اهلا بحضرتك، يا استاذ حسام اهلا بسعادتك، استاذ حسام اهلا بحضرتك، استاذ حسام يا استاذ حسام. طيب حضرتك حاول الاتصال بينا، واهلا بيكم باتصال سعادتك. وبعدين احنا عايزين الزيت يبقى حامي شويه، هنبدا نيجي هنا كده خلاص، وادي كده، ونبدا نعمل كده. ركزوا معايا بقى اهو، واهو زي النجمه اللي هي اللي انا ابتديت ان انا احمرها ديت، وهنقفل كده وكده، شايفين بالشكل ده، وان شاء الله تكون واضحه كده، واضحه قدامكم. وبعدين ايه تاني يا شيف محمود؟ هناخد واحده تاني ونبدا نشكل منها ونشوف ايه ممكن نعمل لها كذا شكل اهو كده، زي ودن القطه كده، حلوه ودن القطه دي. واهو يا استاذه ميرفت اهلا بحضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام يا استاذتنا. ازيك يا شيف محمود؟ ازاي سعادتك؟ سعادتك بخير، انا بخير طبعا. الحاجات الحلوه حضرتك عاملها دي الله يخليك يا رب، ربنا يجعلنا دايما نعمل لكم احسن حاجه. ربنا يبارك فيك يا شيف. بس ممكن حضرتك تنزل لنا المقادير عشان ما لحقتش اكتبها؟ فورا هنزل المقادير لسعادتك. حاضر. انا بناشد القناه نفسها تزود الميعاد شويه عشان كده ما بنلحقش والله يا شيف. ان شاء الله. حاضر حاضر، تحت امرك، اللي سعادتك تأمري بيه طبعا، عينينا ليكي. تسلمي يا مدام ميرفت، واحنا تحت امركم، واللي تأمروا بيه احنا ننفذه لكم. ربنا يبارك لنا في عمرك. ها شايفين كده الدنيا فيها ايه؟ ليه انا ما حبيتش اجهز كتير؟ عشان انا مش عايزها تبقى خمرانه. نفس القصه كده وكده، طبعا صوابع زينب
عشان نبقى عارفين غير العجينة دي بتختلف شوية. صوابع زينب 125 جرام سميط، نص كيلو دي 125 جرام سمنة أو زيت، معلقة الخميرة، معلقة السكر، و250 ملي مية. خلاص يا جماعة؟ طبعا هو المفروض الزيت يبقى أحمى من كده، اشتغل معايا عن كده شوية، لكن ما علينا. ها إيه الأخبار؟ أهو في شكل تاني غير كده شيف محمود؟ أو في شكل تاني غير كده ممكن نعملها كده زي الايه؟ زي القطايف. وبعدين 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 بس كده. ضروري جدا جدا ان احنا نشيل الحاجه، نطلعها على مناديل الاول ورق. عجينة بقى لما تدوقوها القرمشة اللي فيها نسبة للسميد طبعا مع السيرب هتلاقي الدنيا مختلفة تماما. وبعدين وبعدين يا أستاذة شيماء، يا أستاذة شيماء أهلا بحضرتك. ملك المعجنات، صباح الخير. الله يخليك، علي صوتك يا تسلم أستاذة. ايدك يا شيف والله، تسلم الله إيدك. يسلم عمرك، تسلمينا ربنا ما يحرمني من ذوقك ابدا. الله يحرمني منك ومعجناتك الخطيره يا شيف والله. والله الدنيا خطيره بيكوا انتوا يا استاذ شيماء. والله والله تسلم ايدك شيف. انا عايزه مندي الشيف محمود بعد اذنك بسرعه. عايزه الايه؟ المندي بتاع حضرتك. المندي فراخ ولا لحمه؟ الله. عفوا، فراخ ان شاء الله. الفراخ حاضر. ايه تاني؟ حاضر اشرح لك المندي حالا. المندي زي ما اتفقنا ان هو بيتعمل، حط بس الوردات دي كده، شايفين السيرب لازم يبقى تقيل بالشكل ده. المندي يا جماعه لازم لما يتعمل زي ما اتفقنا قلنا ان هو ليه بير، لكن ما علينا. فبنعمل ايه؟ انا عملته بعده طرق، يعني ممكن ان انا بجيب الرز البسماتي الذهبي وابتدي بعد كده ان انا احطه في حله واديها الليمون اليابس مع القرفه واديها الميه، بكون متبل الفراخ بملح وفلفل، شويه كركم او زعفران، واحط فويل واعمل ثقوب واحط الفرخه واقفل كله اسخنها بس على النار شويه، اخش الفرن. هتخش الفرن هتقعد معايا في حدود ساعه. اول ما تطلع اطفي في حمايه في الكلام ده كله. دي طريقه. فهو اللي يعد الطرق، ممكن اسلق الفراخ وانشلها. يا ست ام محمد اهلا بحضرتك. ست ام محمد اهلا بسعادتك. السلام عليكم يا شيخ محمود. عليكم السلام استاذتنا الغاليه. حضرتك عامل ايه؟ سعادتك بخير. انا بخير طبعا، تسلمينا. طب الحمد لله. بقول لحضرتك احنا عايزين الكيكه الزبادي. كشك بالزبادي؟ كيكه الزبادي. كيكه الزبادي، حاضر. انا كان نفسي اعملها الاسبوع ده. حاضر، ايه تاني؟ وعايزه اللهم صل على سيدنا محمد الدونات. حاضر. اللي بعمله ما بيطلعش ناجح معايا. طب حاضر، الدونات الصلوب ده بيحتاج حلقه طويله قوي، لكن عيني. حاضر، اللي تأمري بيه. حاجه تاني؟ اللي سعادتك تأمري بيه. حاضر. الدونتس طبعا من الاصناف المميزه جدا، بس ما بينجحش معاكي، هي دي النقطه اللي انا مش عايزها. الدونتس لازم يكون دقيق قوي، لازم يكون دقيق قوي. يعني ايه دقيق قوي؟ قلنا يعني دقيق يكون العرق بتاعه شديد. بجيب النص كيلو دقيق، ياخد مني 3 بيض، 50 جرام زبده، بكوين فانيليا، هياخد مني في حدود النص كيلو دي هياخد مني في حدود 200 ملي لبن مع البيض، 50 جرام سكر، رشه ملح. هنعجن العجين ده عجنه كويسه قوي، اسيب العجينه ترتاح، بعد كده ابتدي اقطعها بالصوره اللي انا عايزها، اسيبها تخمر وابتدي احمرها زي ما حمرنا الاسبوع اللي فات الكورونات طبعا. وبعدين يا ست ام وهاب، وبعدين يا ست ام وهاب اهلا بحضرتك. صباح الفل يا شيف. ست ام وهاب اهلا بسعادتك. صباح الفل يا شيف. صباح الفل على عيونك، تسلميلي. معاكي ست ام وهاب. ست ام وهاب، طب معلش حضرتك حاولي الاتصال تاني، واهلا بيكي وباتصال سعادتك. شايفين الدنيا فيها ايه كده؟ اسف. وبعدين يا ست ام احمد، ست ام احمد اهلا بحضرتك.
السلام عليكم. عليكم السلام، ازاي حضرتك يا ست ام احمد؟ ازاي حضرتك يا شيف محمود؟ معلش انا اسفه ان انا كلمتك تاني. ده شرف ليا طبعا. ربنا يبارك لك، بس استاذنك ما اعرفش بقى ان كان وقت الحلقه هيسمح بطريقه السمبوسه الماليزيه اللي حضرتك كنت عملتها لنا قبل كده. الايه يا ست الكل؟ السمبوسه الماليزيه. الماليزي؟ اه. اه ده احنا دخلنا هنا في مقتل. لكن هشرحها لك حاضر. ده انا عملت عليها حلقه ساعه ونص. لكن حاضر، عينيا ليك يا ست امه اللي تأمري بيه. احنا ممكن والله ممكن، اصل انا ممكن في نص ساعه اطلعها لكم، بس انا المشكله كلها في ايه؟ انا ما بحبش اقلب، يعني انا لو كنت طلعت مدرس كانت هتبقى كارثه، لاني مش هعرف ادي اكتر من درس خصوصي مره واحده بس في اليوم، مش هلف في كل مكان. ممكن اشرحها لك ونقلي ونشوف الدنيا في ايه، خليها برضو الاسبوع الجاي تكون ضمن خطتنا. حاضر عيني، عشان هي محتاجه تكنيك بسيط او ما فيهوش اي حاجه، ولا يهمك اللي تأمر بيه. يا مدام سناء اهلا بحضرتك. مدام سناء اهلا بسعادتك. زي حضرتك، وحشنا والله يا شيف. الله يخليك يا رب، ربنا ما يحرمني من ذوقك ابدا. تسلمي، ربنا يعزك يا رب. الله يخليكي، تحت امرك. بس عشان انا كنت قاعده على التليفون. ولا يهم، اسمع حضرتك تقول لي العجينه عملتها ازاي اللي ساعدتك تأمري بيه. طبعا ربنا يخليك يا شيف محمود. وبعدين يا شيف محمود، هو بقى كل بقى طلب اللي تطلب الدونتس اللي تطلب المليس سمبوسك، هيبقى بقى الوقت السامح كده ينفع بقى؟ لا 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 لا، احنا هنحل كل حاجه. لو طلبتوا لبن العصفور باذن الله، مع اني ما اعرفش هو ايه لبن العصفور دوت، هعمله لكم. لكن يعني طلبات حته مش سامه، يلا مع ان ده تشبيه بليغ شويه، لكن انا بس يهمني يبقى حضراتكم فاهمين الدنيا فيها ايه. عينيا ليك اللي تأمري بيه، تحت امرك. بصوا كده يا جماعه بقى، لو الكاميرا رابط معانا القاضي كده هيقربها لنا ونشوف الدنيا فيها ايه. وبعدين شايفين اهي، الله عليك. بصوا بقى، ما نيجي نقطع كده والسويت صور، ها ايه رايكم؟ خلاص، حاجات الجميله اللي هنعملها ممكن نعملها في عشاء، ممكن يكون ضيف جاي لي، مش هتاخد في ايدي حاجه خالص، وهنشوف مع بعض الدنيا فيها ايه. عايزكم تبقوا مركزين وعارفين اهي كده، واقربها لكم هنا اهو، رشه فوزدو كده صغيره اهي، وخلصت القصه يا شيفنا اهو، مفيش بعد كده. السلام، دي كانت عايزه شهر رمضان ديت يا شيف محمود. انت بتتكلم في ايه بس؟ ولا يهمكم، لما يجي شهر رمضان الجاي هعملها لكم ان شاء الله، لو لينا عمر ولينا نصيب. اما بالنسبه لحضراتكم، ربنا يديكم الصحه والعمر يا رب، واشوفكم ان شاء الله السنه دي كلكم بتأدوا فريضه الحج باذن الله. وبعدين 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 يا شيف، انت كده تمام. ال 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 السمبوسه الماليزي، تعالى كده، عبارة عن عجنتين في بعض، عجنتين في بعض. العجنتين دولت، حاضر، عجينة بتبقى بدقيق وسمنة بس. معايا ست أم محمد؟ ست أم محمد، يا ست أم محمد. الحمد لله يا شيخ محمد، إزي حضرتك؟ سعادتك بخير، أنا بخير يا ست الكل. يا رب تسلم يا رب. الله يخليكي، تسلمي. الله يخليك يا شيخ محمود. حضرتك معايا تعجب اللي انت عملته تاني. عيني، طب هنعلي صوتنا ولا هنسيبه كده؟ تسلم عينيك. نعم؟ انا هنعلي صوتنا ولا هنسيب صوتنا هادي كده؟ لا والله هو عالي كده على الاخر. ربنا يديك الصحة. التليفون والله، ويديك يا رب يا شيخ محمود. ربنا يديك الصحة ويحفظك يا رب. عيني، انا عيد اللي احنا قلناه تاني، بس انا ايه؟ اوريكم برضو السمبوسية ديت، واحنا قطعنا ازاي السمبوسيه ديت والدنيا فيها ايه مع بعض. يا دوبك الحاجه بتنزل، بتقعد دقيقه في السيرب كده يا جماعه، شايفين السيرب تقيل ازاي؟ وبعدين 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 يا استاذه سماح، وبعدين يا استاذه سماح، اهلا بحضرتك. السلام عليكم، ازاي حضرتك شيف محمود؟ ازاي سعادتك انت؟ منور والله. انت سعادتك انت اللي منوره، الله يخليك يا رب. خليك، انا من اول رمضان والله عايز اتكلم، مش عارفه.
ده شرف لينا يا ست الكل. ما شاء الله حبيبك كتير طبعا، ربنا يزيد ويبارك يعني. الله يخليك يا رب، ربنا ما يحرمني من ذوقك ابدا. كل سنه وحضرتك طيب، جت متاخره معلش، بس العيد الجاي بقى يقرب اهو. كل سنه وحضرتك. لا طيب. انا شعوركم دايما واصل لي يا ست ام محمد، تسلمي لي. بص يا شيخ محمود، السيرب بتاع حضرتك مش عارفه اطلعه كده. الايه يا ست الكل؟ السيرب الثقيل بيسكر مني. اقول لك عليه يعني دلوقتي؟ عايزاني سعادتك اقول لك عليه؟ اه عناية. اكتبي كده بسرعه وركزي معايا، ركزي الاول معايا وبعد كده اكتبي. بجيب في حدود، بصوا يا جماعه هريحك، هجيب كيلو السكر هديله في حدود كوبايتين ميه، كوبايتين صغيره، كوبايه ميه، واحطه على النار هقلب فيها يبتدي يغلي، ربع معلقه صغيره ملح ليمون او عصير ليمونتين كبار، هو هيبتدي يعمل معايا فقاقيع اطفي عليه، عندي عسل جلوكوز اهلا وسهلا، ما عنديش خلاص ولا يهمك. خلاص بس كده ست الكل اللي تأمري بيه. يا استاذ محمد اهلا بحضرتك. استاذ محمد. الو. مع سعادتك يا سيد الكل. ايوه يا شيخ، ازي حضرتك؟ معاك، أؤمرني. انا بكلم حضرتك بس على الحاجات الحلوه اللي انت بتعملها دي. الله يكرمك ويبارك لي في عمرك، تسلم لي، الدنيا بتبقى حلوه بيكوا انتوا. وعلى ذوقك وادبك يعني بجد ربنا يحميك. الله يكرمك، تسلم يا سيد الكل. انا بتعلم الذوق منكم طبعا. الف شكر، الف شكر معالي الباشا، ربنا ما يحرمني من ذوقك، شاكر جدا لسعادتك. شفت العجينه قصادي قد ايه ومش عايزه تخلص؟ شفت عملنا كميه قد ايه؟ واحده واحده كده. يا سلام بقى بالجبنه الموزاريلا، ملهاش اي حلول. وبعدين حب نعملها بقى كده سامبوكسات. هنعمل ازاي يا استاذه ياسمين؟ باجي كده اهو واهو واهو مثلا. استاذه ياسمين اهلا بحضرتك. صباح الخير يا شيخ. صباح الفل على عيونك، نورت دريم. الله يخليك، الدنيا منوره بيكوا طبعا. ربنا يخليك. كنت عايزه نمره حضرتك عشان عايزه اشتري حاجه كده. طيب ما تقفليش، خدي النمره من الكنترول وانا تحت امر سعادتك، اللي سعادتك تأمري بيه طبعا. عينيا ليكي. نقفلها بس كده، نحب نخليها شكل السمبوسة. ده بالنسبة للسمبوسة الماليزي يا جماعة، شايفين كده اهي قفلت. ايه الاخبار؟ خلاص؟ زي اللي هو زي الحجاب زي ما اتفقنا. ادي واحدة مثلا عايزة سنة مية، لما اديكوا كده بدوها سنة مية وكده اهي. فانا بعجن عجينه اللي هي كانت عباره عن 115 جرام سمنه، 180 جرام دقيق بس، تعجنوا مع بعض ادوني عجينه زي البتيفور كده. يا استاذه سماح اهلا بحضرتك، ونبدا نحط الكلام ده هنا كده. استاذه أيوة سماح اهلا بسعادتك. معلش حضرتك، انا بس السؤال كان انا ليه بيسكر مني؟ ما انا عارفه بيتعمل، مفيش مشكله. انا مش سامع سعادتك ست الكل. السيرب الثقيل عادي بعمله عادي، بس ليه بيسكر مني؟ بقول لحضرتك بيسكر منك لان مفيش ليمون او عسل جلوكوز او ملح ليمون، هو ده السبب. طيب اوكي، مش شكرا يا شيخ محمود. ولو سكر من سعادتك، لو سكر من سعادتك تعملي ايه؟ حطيه على النار تاني هيبتدي يغلي، وبعد ما يغلي تقوم يدياله عصير ليمون ولا يهمك، فداك الدنيا كلها ولا يهمك. تسلم ايديكي وعينيكي، ربنا يبارك لنا في عمرك يا رب. خلاص يا جماعه، دي كده اللي هي السمبوسه اهيت، اللي هي شكل السمبوسه اهو. بنعجن بعد كده العجينه بتاعتنا اللي هي ربع كيلو دي، 125 ملي ميه، رشه ملح، نعجن العجينه العاديه، وبعدين بفردها زي رغيف العيش، بدخل جواها العجينه اللي هي بالسمنه، واقوم قافل واقوم فارد، واقوم الولوها اخليها زي الرول، واقوم فارد تاني واقوم عكس، وتبدا تتقطع قصه لازم تشوف، لازم تشوفوها. وبعدين حاضر طبعا، يا رب نكون فهمنا الموضوع بتاعنا النهارده. ادي كده اهيت، برضو عايزكم تشوفوها عشان قبل ما اختم عايزكم تشوفوا الدنيا فيها ايه وتبقى عارفين احنا عملنا ايه. السيرب طبعا لازم ينزل الاول على ايه؟ في المصفى اهو بالشكل ده كده اهي، بتشيلوها اهي زي السمبوسايه اهي. شايفين الجبنه عامله ازاي جوه؟
وخلصت القصة بتاعتنا، خلونا اللي احنا قطعناهم هنا كده. انا بشكركم جدا جدا جدا. بكرة ان شاء الله عندي برضو حلقة مهمة، عايزين نعرف لو في وقت هفرد لكم الجلاش واوريكم بيتفرد ازاي. مفيش وقت، ادينا بنتمتع وبنشوف بعض. انا بشكركم جدا جدا جدا. ربنا يجعلني طبعا دايما ارد لحضراتكم افضلكم عليا. ان شاء الله القاكم غدا على خير. السلام عليكم.